بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، 10 أعمال أو 10 أخطاء يمكن أن تدمر ثوابك في هذه الأيام العشر المباركة التي هي من أحب الأعمال إلى الله. هناك أعمال يحبها الله كثيرا وأنت تغفل عنها، وهي أعمال بسيطة جدا، يعني لا تتطلب منك جهدا، هي أعمال بسيطة جدا، ولكن قد تغفل عنها فترتكب هذه الأخطاء فتدمر ثوابك بدون أن تشعر. وكثير من الناس يغفلون. أيها الأحبة، نحن نتذكر قصة ذلك الذي كان يعذب في قبره فقط لأنه كان يمشي بالنميمة، وشخص آخر كان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله. إذن هناك ذنوب بسيطة قد تقود إلى عذاب والعياذ بالله، ونحن غافلون عنها. من أهم هذه الأمور وأخطرها وأكثرها انتشارا النظرة إلى ما حرم الله. للأسف معظم الشباب اليوم، معظم الناس يعني، يستخف بهذا الموضوع، لأن النظر إلى ما حرم الله أصبح شيء اعتيادي في حياتنا، من خلال مشاهدة مقاطع على الإنترنت، مسلسلات التلفزيون، في الشارع، في مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبحنا نستخف بهذا الأمر. وهذا الأمر عظيم عند الله. أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أن النظرة إلى المرأة بما حرم الله هي سهم من سهام إبليس مسموم. من تركه ابتغاء مرضات الله وحبا في الله ومخافة الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله، أبدله الله نورا يجد حلاوته في قلبه. والله أيها الأحبة، دعونا الآن ونحن في أواخر هذه الأيام المباركة أن نجرب هذا الأمر، كل واحد منا أن يطبق. يقول أنا لمدة يوم واحد فقط لن أنظر إلى أي شيء حرمه الله، سواء امرأة فاتنة أو مقاطع على اليوتيوب محرمة إلى آخره، وانظر بإحساس غريب جدا في صدرك، تجد حلاوة معينة، تجد راحة نفسية. أيها الأحبة، علميا أثبتت جامعة كامبريدج أن كل اللقطات والمشاهد التي تدخل إلى الدماغ حتى لو كان لمدة ثانية، يعني أنت لو عينك لمحت امرأة فاتنة أو عارية أو متبرجة لمدة ثانية واحدة، الدماغ يلتقط هذه الصورة ويخزنها ويعالجها، فتجد آخر النهار لديك آلاف وربما عشرات الآلاف من الصور المخزنة التي ترهق الدماغ. والدماغ طبعا يتعامل مع هذه الصور بشكل طبيعي، بشكل فطري، الغريزة الحيوانية موجودة لدى كل الكائنات، هناك هرمونات يتم إفرازها، هناك عمليات كيميائية تتم في الدماغ، إثارات معينة ربما لا تشعر بها، ولكن هذا الأمر أثبتته جامعة كامبريدج من خلال جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، الذي أثبتوا أن هناك مناطق في الدماغ وبخاصة منطقة الناصية تتأثر كثيرا، حتى قالوا يعني بالحرف الواحد، والبحث موجود على الإنترنت لجامعة كامبريدج أظن عام 2013 و2014، هناك دراستين يؤكدون أن تأثير الأفلام الإباحية على الدماغ يشبه تأثير المخدرات، يدمر مناطق وخلايا من الدماغ. إذن أخي الحبيب، أنت عندما تترك النظر إلى ما حرم الله، أنت أولا تفيد نفسك، أنت تحقق مصلحة شخصية بالأساس، يعني إذا أردت مصلحة طبية ونفسية ومصلحة شخصية لك، يجب ألا تنظر إلا إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. اليوم مشاكل الطلاق أيها الأحبة، عامل رئيسي منها النظر إلى النساء بما حرم الله، عامل رئيسي، لذلك مشاكل الطلاق كثيرة. إذن النظرة أخي الحبيب إلى ما حرم الله، إذا تركتها مخافة من الله سبحانه وتعالى وحبا في الله، لأن الله يعني يريد لنا الخير، يريد أن يزكينا، يريد لنا الحياة الزكية الطيبة الطاهرة المطمئنة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين، وضع لك النبي أمامك
قل يا محمد للمؤمنين لتتذكر. وكأن الذي يخاطبك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي لم ينظر في حياته لامرأة قط بشهوة، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له أبدا. هذا هو النبي، تتذكر هذا النبي الرحيم الكريم الذي جاء لمصلحتنا، جاء لينقذنا من غياهب الضلال والإلحاد. انظر إلى الملحدين، نسب الانتحار العالية، نسب الاكتئاب، مشاكل كثيرة. لذلك الحمد لله، نعمة الطهارة، نعمة الصيام، نعمة الزكاة، الصلاة، نعمة الهدوء النفسي التي يعيشها المؤمن مع القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى قال لك قل للمؤمنين، قل يا محمد لهؤلاء المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا يعني يقال غيض الماء، يعني نشف تماما، يعني كأنه يقول لك لا تنظر نهائيا، وكأن هناك بئر جافة تماما. يعني جفف منابع النظر إلى ما حرم الله. قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا هو المبرر، الله يريد لك الحياة الزكية الهادئة المستقرة البعيدة عن المشاكل. إن الله خبير بما يصنعون، كاميرا إلهية موجودة يجب أن تراقب سلوكك، لأن الله يراك سبحانه وتعالى. فإذا أخي الحبيب، النظرة يستخف بها كثير من الناس، لتكن هذه الأيام ونحن في أواخرها مناسبة أن نبتعد عن النظر، أن ننتهي عن النظر إلى ما حرم الله، أن نعاهد الله سبحانه وتعالى أننا لا ننظر إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. القضية الثانية قضية يستخف بها الكثير، وهي النميمة. قضية النميمة قضية خطيرة جدا أيها الأحبة، لدرجة أنك لا تكاد تجد من ينجو بنفسه من هذا الذنب الذي يمكن أن يهلك صاحبه أو يقحمه في عذاب القبر. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. اليوم نحن بكل بساطة نرى فلان نتحدث عليه، نرى فلان نغتابه بما يكره، والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ شبه لنا تشبيه عظيم جدا، أنك عندما تتكلم على أخيك بما يكره فكأنما أكلت لحمه وهو ميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الإنسان لا يستطيع أن يأكل لحم دابة وهي ميتة، فكيف يأكل لحم أخيه؟ فأنت أعطاك القرآن صورة رائعة جدا ومرعبة ومخيفة. كلما تحدثت عن إنسان، أنا أعطيك تكتيك بسيط جدا، إذا أردت أن تتحدث عن أي إنسان تخيل أن هذا الإنسان موجود أمامك ويسمعك، أو أن هناك جهاز تسجيل يسجل عليك وسيصل الكلام له، ترتاح نفسيا. تكلم بالكلام الذي إذا قلته بحضرته وكأنك تقوله بحضرته لا يؤذيه أو لا يغضب منك. إذن النميمة نهى الله عنها وحذر منها وأعطانا مثالا خطيرا، هو أنك عندما تتحدث على أي إنسان بما يكره فكأنما نهشت لحمه. إذن هذا أمر خطير جدا معظمنا يغفل عنه. قل أنا هذه الأيام إن شاء الله سأعاهد الله أنني لا أعود إلى ذلك، حتى لو عدت فيما بعد، لأن الإنسان ضعيف. سيدنا آدم نسي، ولقد عاهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، ولكن المهم التوبة، المهم أن تعود وتتذكر، حتى لو عدت وعصيت الله أن تتذكر وترجع دائما في حالة تذكر وتوبة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لم يقل إن الله يحب التائبين أو يحب الذين تابوا أو يحب الذين يتوبون، لا، قال إن الله يحب التوابين. يعني إنسان تاب أو تائب مرة واحدة، ولكن ما معنى تواب؟ يعني كل يوم يتوب إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام، ومن النبي، من نحن بالنسبة لهذا النبي العظيم، كان يتوب إلى الله
أكثر من 100 مرة كل يوم، يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فإذا أخي الحبيب، اترك النميمة منذ هذه اللحظة وانوي أن تتوب، حتى لو رجعت تب ثم تعود وتتوب، وهكذا على أمل أن تلقى الله وهو راض عنك. العمل الثالث هو أيها الأحبة الذي أصبح يعني منتشرا، وإذا أردنا أن نجد إنسانا صادقا اليوم لا يكذب يكاد يكون الأمر مستحيلا، أن تجد إنسانا لا يكذب أبدا. الكذب، النبي عليه الصلاة والسلام حذر قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. تجد الإنسان الكاذب تحدث في دماغه هنا نشاطات في منطقة الناصية، وراء في منطقة الدماغ هذه وراء الجبهة تحدث فيها عملية نشاط زائد أثناء الكذب. هذا النشاط يؤدي لسوء في اتخاذ القرار، لأن منطقة اتخاذ القرار هنا أيضا ناصية، ويؤدي أنك تستسهل الجريمة. يعني إذا رأيت إنسان يموت تستسهل ذلك، يؤدي بك إلى الفجور. يعني عندما يكذب الإنسان ويكرر الكذب يؤدي به ذلك إلى الفجور. نحن تحدثنا عن دراسة علمية في هذا الموضوع، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، تجد يومه كله كذب حتى يكتب عند الله كذبا. إذن أخي الحبيب، عاهد الله منذ هذه اللحظة، قل إن شاء الله سأترك الكذب منذ هذه اللحظة. حتى لو عدت لا تترك الشيطان، يقول لك أنت لن تستطيع أن تمارس، كيف ستمارس حياتك من دون كذب؟ إذن أنا سأكذب. لا 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 أخي الحبيب، أنت عاهد الله اليوم، قد تموت يعني قد تموت، على الأقل إذا متت تموت وأنت تائب إلى الله، وأنت قد عاهدته على ألا تكذب. إذن مبادرة سريعة بأن تصدق مع الله وتقول يا رب أنا أعاهدك أن أكون منذ هذه اللحظة صادقا فأعني. يعني أنت عليك النية، أما الله هو الذي يتولى الصالحين وهو الذي يعينك لتحقيق هذا الأمر. الأمر الرابع أيها الأحبة، نجده عند كثير من الناس، تجد على الموبايل يجلس على مقاطع ساخرة، والقرآن حذر، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هنا أيها الأحبة، عندما تنظر إلى مقطع مثلا ما يسمى بالكاميرا الخفية، يستهزأ به في هذا المقطع بشخص معين، وهذا الاستهزاء يضحك الناس عليه، فأنت تسخر من هذا الإنسان، وقد يكون هذا الإنسان خيرا منك وأنت لا تدري. طيب أنا ما الذي يجعلني أجلس وأشارك في هذه السخرية؟ ماذا ستقدم لي أمام الله يوم القيامة؟ يعني أنا صحيفة يوم القيامة، معقول يعني أخي الحبيب، معقول أنت يوم القيامة تفتح كتابك لتقرأه تجد فيه مقاطع كوميديا ومقاطع ساخرة ومقاطع كذا، وتجد فيه كل هذا الكلام الفارغ؟ هذا هو كتابك يوم القيامة؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حاسب نفسك. لا والله، أنا بالنسبة لي أنا أحب أن يمحو الله من كتابي كل الأشياء السيئة التي لا ترضي الله، وأحب أن يملأ كتابي بذكر الله، بأعمال البر، بالأشياء التي أنا سأفتخر بها أمام الله، سأفتخر بها أمام الخلق يوم القيامة. المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه ماذا يقول؟ يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حساب، يفتخر، يضع كتابه وهكذا ويقول اقرأوا كتابي علنا. ماذا في كتابه؟ ذكر الله، الصلاة، مساعدة الآخرين،
بر الوالدين، القرآن الكريم، الصيام، التسامح، مغفرة أخطاء الآخرين، هذه أعمال بر يفتخر بها، ولكن الذي يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. طيب يعني بالله عليكم، أليس فيكم رجل رشيد؟ لماذا تلقي بنفسك في هذا المصير من أجل مقاطع تافهة؟ لذلك أخي الحبيب، منذ هذه اللحظة قل: يا رب، أنا سأحذف من هذا الجهاز الموبايل، لأنك إذا متت وهناك شيء مسجل عليك ربما يكون الأمر خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. احذف كل شيء لا يرضي الله من جهاز الموبايل أو من جهاز الكمبيوتر، وضع مكانه القرآن وذكر الله وإعجاز القرآن، المقاطع التي تفتخر بها يوم القيامة أمام الخلق. إذا منذ هذه اللحظة عاهد الله أن تترك مشاهدة هذه المقاطع الساخرة، لأنها والله أيها الأحبة ستكون حسرة عليك لحظة الموت وفي القبر ويوم لقاء الله. في القبر ماذا ستستفيد منها؟ يعني جلسنا واستهزأنا بفلان وسخرنا من فلان وضحكنا وكذا. هذا أيها الأحبة الإعلام العالمي المدمر يريد، هو يدار من قبل شياطين والعياذ بالله، يريد أن يأخذ هذا الشيطان معه إلى جهنم أكبر عدد ممكن، فلا تكون أنت من ضحايا هذا الشيطان. القضية الخامسة أيها الأحبة، قضية يعني معظمنا يستخف بها، وهي الإسراف في الطعام والشراب. يعني كثير من الناس اليوم يأكل يأكل يأكل، والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني وأنت مثلا، أنا الآن أشرب هذا الكأس مثلا، فعندما يعني غريزتي تقول لي اشرب المزيد والمزيد والمزيد والمزيد، فيجب أن أتذكر هذه الآية. عندما أجلس إلى الطعام وآكل المزيد والمزيد والمزيد أتذكر هذه الآية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طب هذا تحذير خطير، أنا إذا أكلت كثيرا، معظم الناس يظن أنه حلال، ولكن الله يقول إن يعني الله لا يحب المسرفين. الله سبحانه وتعالى لا يحبك إذا أسرفت، فأنت خرجت خارج دائرة محبة الله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي يضطرني أن أخوض هذا المصير السيء وأن أبعد نفسي عن محبة الله بيدي بسبب؟ لا، أنا أبدأ بالإقلال من الطعام والشراب منذ هذه اللحظة. إذن أتوقف عن الإسراف. ثم إن جامعة هارفارد أجرت دراسات كثيرة جدا على مدى 50 سنة الماضية أيها الأحبة، وجدت أن أفضل 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 طريقة للوقاية من أمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والوزن الزائد والسمنة والسكر وإلى آخره، هو الاعتدال بالطعام والشراب، النظام الغذائي المعتدل، وهو ما أمرنا القرآن به. إذن الله سبحانه وتعالى محبته تابعة لماذا؟ يعني لماذا الله لا يحب المسرفين؟ لأنه يريد لك الخير، فإذا آذيت نفسك الله لا يحبك. انتبهت أخي الحبيب؟ يعني هذه التعاليم هي لمصلحتي ومصلحتك أصلا. يعني أنا كل هذه التعاليم التي أقولها الآن وهذه الأخطاء مدمرة لنا، فالله أمرنا بالابتعاد عنها. لماذا؟ لأنه يريد لنا الخير، يريد لنا الحياة المطمئنة. القضية التالية أيها الأحبة، قضية الغضب. معظمنا يعني بعيد عن هذا الموضوع، معظمنا لا يدرك خطورة الغضب، معظمنا لا يدرك أن الغضب يدمر القلب،
معظم حالات الجلطة القلبية تأتي بعد نوبة غضب بساعتين إلى 3 ساعات تقريبا، كما في الدراسات العلمية. الغضب يرهق القلب والدماغ والنظام المناعي، يرهق نظامك المناعي، يرهق إذا كنت تغضب. طب ما هو العلاج؟ كما قالت جامعة هارفارد، التسامح والمغفرة، وهو ما أمرنا الله به. إذن نعود للمصلحة الشخصية. إذن أخي الحبيب، تعاليم القرآن هدفها أن تحقق مصلحتك وسعادتك فقط، يعني ليس هناك أمر ليس فيه فائدة. لا يوجد في القرآن أمر لا فائدة منه، فائدة شخصية أقصد في الدنيا يعني، بالإضافة إلى فوائد في الآخرة. فأنت عندما تغضب وتعود نفسك على الغضب، الغضب يقصر العمر. الذي يطيل العمر التسامح، وهذا الكلام موجود على موقع جامعة هارفارد. إذن أنا أعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وأتخذ هذه الليالي العشر وهذه الأيام المباركة مناسبة أن أحاول أن أتوقف عن الغضب، وأدعو الله أن يعني يعينني على هذا الأمر، لأن أحدنا لا يملك. يعني قل يا رب تبرأت من حولي وقوتي ولجأت إلى قوتك، وأنت تفعل ما تشاء. سلم أمرك لله تسليم كامل، توكل على الله، وستجد الحياة هادئة جدا ومطمئنة وجميلة بالفعل. يعني بعض الناس يتخيل أن الذي يلتزم بتعاليم الإسلام أن حياته تعيسة. لا والله يا أحبتي، يعني العكس تماما هو الصحيح. يعني أنا عندما كنت أدخن كانت حياتي تعيسة، عندما تركت هذا الدخان عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، بالفعل عوضني الله بالقرآن، فأصبحت حياتي أكثر سعادة بأضعاف. عندما تركت الغضب تحسنت حياتي كثيرا. عندما بدأت أتسامح مع الناس ابتغاء وجه الله، بدأت بتطبيق الصيام، أصبح جسدي أكثر يعني نظام مناعي أقوى، أكثر راحة، أكثر طمأنينة، أكثر سعادة، أكثر صحة. إذن كل هذه التعاليم هدفها أنت أيها الإنسان أن يسعدك الله ويجعلك مطمئنا. لذلك ماذا قال تعالى؟ انظروا معي إلى هذه الآية العظيمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا طبعا. ما معنى فلنحيينه حياة طيبة؟ حياة خالية من المشاكل، خالية من الهموم، خالية من الأمراض، خالية من الاكتئاب. لذلك تجد أن المؤمن فرح. يعني أنا أقصى درجات السعادة عندي عندما أستمع لكلام الله. هذه النعمة للأسف الملحد المسكين محروم منها، محروم لا يشعر بها. لذلك أحبتي في الله، موضوع الغضب مهم جدا أن تتخلص منه بأقصى سرعة، وأن تطبق قوله تعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. القضية السابعة والأخيرة أيها الأحبة، خطورة الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم توعد من ظلم شبرا من الأرض، شبر من الأرض لا قيمة له، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. تصور أن 7 طبقات من الأرض، درجة الحرارة في باطن الأرض 1000 الدرجات المئوية، نواة الأرض منصهرة، حديد منصهر، هل تطيق أن تعيش في هذا المصير؟ طوقه من 7 أراضين. يعني لنكن عاقلين أيها الأحبة. فإذا كان ظلمك لشبر من الأرض سيهوي بك في هذا المصير، طيب كيف بالله عليكم، كيف بمن يظلم زوجته، أو كيف بمن تظلم زوجها، كيف بمن يظلم جاره، كيف بمن يظلم من حوله، ما هو مصيره، كيف بمن يأكل أموال الناس بالباطل؟ فراجع حساباتك أخي الحبيب، راجع هذه الحسابات، وقل أنا منذ هذه اللحظة إن شاء الله
سأتوب إلى الله، سأنتهي عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعهد أنه سيجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين، سينصر المظلوم ولو بعد حين. والظالم يوم القيامة وضعه تعيس. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا المصير المرعب الأسود، لماذا ألقي بنفسي في هذا المصير؟ من أجل ماذا؟ لكي أظلم إنسان، أغش إنسان، أظلمه لآكل ماله؟ ماذا سيقدم لي المال؟ أنا بالنتيجة سأترك هذا المال وأذهب، لن أخذه إلى قبري. طيب أظلم هذه المرأة أو هذه الزوجة، أو أظلم أبي أو أمي أو أولادي، أو أظلم فلان من الناس، من أجل ماذا؟ لا، أنا أبدأ منذ هذه اللحظة بأن أتوب إلى الله، أصل الرحم، لأن أحد أنواع الظلم هو قطع الرحم أيها الأحبة. فهذه الأعمال السبعة التي قلناها أيها الأحبة هي أخطاء مدمرة، قد تدمر ثوابك بالكامل وتدمر حسناتك وأنت لا تشعر، ويعني تقحمك في عذاب القبر والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر، وأن ينجينا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب في النار. أخيرا أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا، وأن يلهمنا الخير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.